انس انت محمودي ابو عمود خلاص خليه بنشدوه. شو مشاعركم؟ انتم فرحانين الناس يا راجل. ايوه ها شو رايكم بعد جاكم الجيش القايد؟ تعال هنا تعال. شو تقولوا؟ شو تهدروا؟ شو كانوا يديروا فيكم؟ شو كانوا معمر نحن؟ شو كانوا يديروكم هذيهم؟ انا شو انا تم مستويين على التوافق كذا. شو قالوا لكم؟ ها؟ شو اللي يخوفوا فيكم؟ شو اللي يقولوا لكم؟ شو انا عند الشيء ويقعد يطلقوا في السلاح يخوف العائلات والعيال الصغار وصبايا جايبات دوبل كيف جايبات. ما عادش تخافوا من شيء. يخافوا فين؟ جاكم جيش القايد. قسما بالله ما في نفاق ولا في شيء. ما تقولش هذوما بعد جثث الكلاب هذوما جايين بنحرروكم احنا. بارك الله فيك. جايين بنحرروا كل شبر من ليبيا من العملاء. الله ينصركم كلكم. هيا هيا هيا. ما عادش تخاف من شيء. شو اسمك؟ انس. انس وخر شوي انس. شو شعورك تو يا انس؟ الحمد لله فرحان. اي ما عادش تخاف من شيء. ما عادش تخاف خلاص. عدي الحوش باتي عدي خش الحوش خش الحوش عدي. ما تخاف يا حاجة. تعال يا عمي تعال خير. ما تخاف يا امي. جيش القايد جاك اعطينا فاتحة بس خلاص. ما تخاف انت. جيش القايد ظناكم جيشكم. خلاص يا بابا اعطينا البركة. اعطينا البركه بس شنو شعوركم تو؟ شنو شعورك؟ بالله شهاده انه فرحاني. شهاده خلاها بس خلاص ما يهمك شيء. هلا فيها سالم. جاكم تريسها جاكم. ما تخافي من شيء يمي. خلاص خلاص خايفة من الرصاص بس. أعطاها حاجة كان فيها. على سلامتك يمه الحمد لله على مراد الله. الحمد لله. هيا مصباح ادعي لهم بالربع. تعيشوا. الله اكبر. خلاص تباهي. ما تخافوا خلاص. شو كانوا دايرين فيكم الكلاب؟ تعال ما تخافوا من شيء بإذن الله. Yeah.
الله أكبر. حاولوا من الطريق يا شباب، حاولوا من الطريق بس. أعطنا الفاتحة، الفاتحة يا حسنات، لا ننسى أعطمو، أعطنا الفاتحة. Thank you.